السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكو عن الهوم سيتر، وبعد تجربة كتيرة وكبيرة جدا لأجهزة كتير، ماركات كتير، بايونير وأونكايو وشيرود، في الآخر جبت جهاز ياماها، وجهاز بجد يعني عبقري، وجهاز بسم الله ما شاء الله، جهاز قوي جداً وصوته فظيع. فانا هديكوا شوية نصايح كده قبل ما تفكروا ان انتوا تجيبوا اجهزة للهوم سيتر. ما تحاولش تجيب الاي في ريسيفر بسعر قليل، يعني حاول تجيب حاجة سعرها وسطي، ما تجيبش حاجة مثلا سعرها عشانها اقل حاجة، ومش اللي يديهولك الراجل البياع هو اللي انت تاخده. لازم تدور وتشوف امكانيات الجهاز اللي انت هتشتريه والسماعات اللي انت هتجيبها، اذا كانت سماعات كبيرة او صغيرة. بس في الغالب انت مش هتتبسط لو السماعات كانت صغيرة، مهما كان نوع السماعات. السماعات حاول على قد ما تقدر تجيب على الاقل الفرونت سبيكر يبقوا لارج سبيكر. يا ريت بس الفيديو يعجبكم، وانا طبعا اتشرفت بيكم. يعني انا النهاردة معايا ياماها RX-V 679. الجهاز ده بيدعم كل الامتدادات الا الدولبي اتموس، طبعا مفهوش دولبي اتموس ولا دي تي اس اكس. جهاز موديله مش جديد قوي، يعني ممكن من سنتين، بخلاف ان هو فيه واي فاي، بلوتوث، ساتلايت راديو، نابستر، حاجات كتير، يعني امكانيات كتير قوي قوي. هنشوفها كده واحده واحده يعني، واقول لكم الدنيا فيها ايه. يعني ده الانبوت، الانبوت ده دي الانبوتات اللي جوه الجهاز. تمام، هنتكلم واحدة واحدة باستفاضة. اهم حاجة الدي اس بي بروجرام، ولا اروع ولا اروع. كان عندي جهاز اونكايو اغلى من ده 1000 مرة. الصوت في الياماها ولا اروع، في 17 نغمة صوت ب17 طريقة مختلفة للميوزك للموفي. تظبيطات الصوت فيه رائعة رائعة. انا عن نفسي بسمع نغمتين اللي هي السراوند ديكودر دي، وطبعا لما بكون مشغل ميوزك اللي هي 7 شانل، بس انا عندي 5.1. هو الجهاز ده 7.2 شانل، يعني 7.2 شانل. السيت اب عندك الاوتو سيت اب، الاوتو سيت اب ده بيبقى 7 شانل. انت بتظبط نفسك بقى اللي هو ايه، ده مايكروفون كده صغير بيجي مع الجهاز، بتحطه على الجهاز، بتوصله بالامبليفاير، بيظبط الصوت اللي حواليك كله. هو موجود في كل الاجهزة حاليا. يعني دي كونفيجريشن، انت بتظبط البيزكس. لو عندك زون 2، لو هتوصل سماعات تانية في اوضة تانية، ممكن دي تشتغل لوحدها وده يشتغل لوحده عن طريق الواي فاي وعن طريق البلوتوث. ممكن توصل الكمبيوتر بتاعك، اي حاجة انت عايزها. دي كونفيجريشن الياماها. كان في حاجة ما كانتش عندي في الاونكايو، اللي انا حاطط السراوند ساوند في الفرونت قدام، اللي هو ايه، السماعات دي، السراوندات دي. السراوند دي في الاونكايو ما كانش فيه عندي فرونت سينما، بس بعد كده نزل في موديلات تانية في الاونكايو فيها فرونت سينما دي اس بي طبعا. وعلى قد ما تقدروا لو هتشتروا سراوند ساوند، يا ريت تكون السنتر لارج، بلاش سمول، فرق مليار المية. انا عندي سمول بس مليار المية فرق. لاي اوت، بص السراوند او رير، لو انت حاطط السراوند ساوند ورا، فرونت لو انت حاطط السراوند ساوند قدام، ساب اوفر، انا كنت حاطط الساب اوفر قدام. بس انا هقول لك نصيحه، لو انت بجد بتشتري بتحط ساب ووفر في الهوم سيتر بتاعك، لو انت بتحط هوم ساب ووفر في الهوم سيتر،
لازم تلف بيه كذا مرة، يعني لغاية لما تسمع نغمة الصوت اللي انت هتبسط منها وانت قاعد في المكان اللي انت تتفرج فيه على الحاجة بتاعتك. يعني انا كنت حاطط الساب اوفر قدام، بعد كده حطيته في الجنب، بعد كده حطيته في الظهر، بعد كده حطيته في الظهر في الجنب التاني، الصوت طلع افضل 1,000,000%. فانت ما تضايقش نفسك لو انت حاسس ان الصوت نفسه بيطلع مش مظبوط، او حاسس ان في طرقعه كده في الصوت مش مظبوطه، دي خلي بالك من مكان الساب اوفر مش اكتر، عشان ما تقلقش من الجهاز نفسه. الديستنس دي انت بتظبطها يدوي، انت ممكن تظبطها يدوي وممكن بالايه بالواي بي اي واي اي بي او اللي هو الميكروفون الصغير اللي بيظبط لك المسافات نفسها من الليسننج بوزيشن بتاعك اوتوماتيكلي، يعني هو بيظبطها بنسبه 90% يعني، بس مش تفرق معاك مثلا 5 ملليمتر ولا حاجة. الليفل دي بقى دي بتاعتك. عندك الفرونت سينما لازم الليفل بتاعها يبقى أعلى، الليفل بتاعها يبقى أعلى من السراوند الفرونت ومن السنتر عشان تسمع الصوت المحيطي. أنا موصل الجهاز على جهاز باين وعندي محطات دولبي ديجيتال بلس، الصوت فيها برضو ولا أروع ولا اروع، هيغنيك بجد بجد عن ان انت تشتري اسطوانات بلوراي. خلي بالك انتوا مش تبسطوا غير لما تشتروا اسطوانات بلوراي او دي في دي او حاجات اوريجينال. طبعا الحاجات دي بتبقى عندنا في مصر طبعا اسعارها غاليه جدا، فاحنا بنضطر طبعا ننزل فيلم عادي والجهاز بيقلبه 5.1، فطبعا عمره ما هيدي نفس الكفاءه اللي نازل منها في المصنع. ده الساوند، انت بتظبط الساوند. الامبليفاير ده عشان الديناميك رينج، الديناميك رينج ده المحيطي بتاع السراوند احنا بنخليه ستاندر، رغم ان انت لو قلبته ماكسيمم الصوت هيبقى عالي قوي، بس عشان السراوند ساوند دي سمول صغيره، فعشان لما اعلي الفوليوم ما تتحرقش. بس الماكسيمم فوليوم الجهاز فيه بوزيتيف 16.5 dB، 16.5 انا عامله نيجاتيف 10. جهاز بجد بسم الله ما شاء الله قوي جدا قوي جدا. دي بتظبطها لو انت بتقفل الجهاز، اول ما يقفل الجهاز تيجي تفتحه تاني يرجع لنيجاتيف 40. انت ممكن بقى ايه تقلله، ممكن تزوده، ممكن اول ما يفتح يبقى ميوت، دي براحتك براحتك. ادابتر دي اس بي ليفل وسينما دي اس بي 3 دي مود لو انت حاطط السراوند في الجنب، لو فتحت الدي اس بي 3 دي مود هتحس بشعور فعلا كانك قاعد في سينما، فعلا كانك قاعد في سينما يعني. وفايتل سراوند سبيكر لو انت عايز السماعات اللي قدام تبقى فايتل سراوند باك سبيكر، سماعات الخلفيه سوري، معلش هاجي لكم في فيديو تاني اكمل لكم بقيه الاعدادات.